50 900 1000 عفوا وجهد الأساتذة الأكارم من لكن عزيمة رجال الانتصارات التي تولت فيما بعد معركة بموت هؤلاء واستشهاد. لقد شكلت معركة سيدي إبراهيم في سواحلية بتلمسان الموافقة اليوم 22 إلى 25 من سبتمبر عام 1845 محطة لإدراك العبقرية والفلسفة الخاصة والاستثنائية للأمير عبد القادر الجزائري. من تاية لمسان إلى تاية بسها مع ملحمة الجرف الموافقة للثاني والعشرين من شهر سبتمبر من عام 1955 التي تروي تاريخ انتصارات بطولية لرجال صنعوا ووضعوا المستعمرة على محك الفشل والهزيمة. فالتاريخ يشهد أن الثورات العظيمة تصنع من فئة الرجال ثابتي العزم أشداء الشكيمة، تصنع من فئتهم أبات في أفعالهم وأقوالهم. ومن طينة هؤلاء كان الشهيد الرمز العبقري الأيقوني زيغود يوسف، الرجل الفذ والقيادي المحنك، المخطط الاستراتيجي والعقيد المنضبط والملتزم بالسرية. تظاهرات اليوم على مستوى مركز دراسة الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 54 بالأبيار تمحورت حول ثلاثة نقاط رئيسية. النقطة الأولى هي معركة سيدي إبراهيم سبتمبر 1845، آخر معركة للأمير عبد القادر اللي انتصر فيها انتصار باهر على المجرم لوسيان دو مونتانياك الذي عاث في الجزائر فسادا، والذي كانت نهايته على يد الأمير عبد القادر ربي يرحمه. المحور الثاني هو معركة الجرف اللي كانت في غرب تبسة ثانيك في سبتمبر 1955، واللي كانت يعني معركة غير متكافئة لا في العتاد ولا في العدة. أما المحور الثالث فهو محور استشهاد الزعيم الخالد البطل زيغوت يوسف ربي يرحمه، الذي كذلك توفي في نفس المرحلة في نفس التاريخ، وهو كذلك صاحب الفكرة العبقرية اللي هي هجوم الشمال القسنطيني في 20 أوت 55 لفك الحصار على منطقة الأوراس.